الأحداث الأمنية في ديالى، ينضم معنا مراسلنا من هناك عبد الله الباش. أهلا بك عبد الله. يعني هنالك عملية أمنية جارية في ديالى، ما تفاصيلها؟ تفضل. نعم زميلتي، بداية تحية طيبة لك ولكل مشاهدينا. حقيقة منذ مساء يوم أمس انطلقت عملية كبيرة باتجاه محافظة ديالى بالاشتراك مع قوات الرد السريع و نعم بالاشتراك مع قوات الرد السريع والقوات الخاصة. منذ مساء يوم أمس انطلقت هذه العملية وعمليات دهم وتفتيش لكثير من هذه المناطق. طيب كيف يسير تحرك هذه القطاعات تحديدا، في أي مناطق؟ زميلتي الصوت لو كان. نعم عبد الله، أعيد عليك السؤال، يعني هل يعني كيف يسير تحرك هذه القطاعات تحديدا، في أي مناطق تلك القوات الأمنية متواجدة حاليا؟ هل في المناطق التي حدثت فيها مشاكل قبل أيام؟ نعم زميلتي، انتشرت هذه القطاعات، قطاعات القوات الخاصة وفرق الرد السريع، وبالتعاون مع الاستخبارات العسكرية في مناطق بعقوبة ومناطق المقدادية ومناطق الخالصة، المناطق التي حدثت فيها خروقات أمنية. شهدت هذه المناطق عمليات دهم وتفتيش على منازل المطلوبين وفق قوائم استخبارية معدة من قبل على مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، صادرة بحقهم أوامر إلقاء قبض. نعم منذ مساء يوم أمس، وهذه القوات، قوات الرد السريع والقوات الخاصة، تباشر مهامها ويعني تبدأ بعملياتها، عمليات فرض القانون في المحافظة بعد توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة. هذه القوات وفي مداخل المدن. نعم عبد الله، يعني هل تم إلقاء القبض على المطلوبين الذين قامت القوات الأمنية بمداهمة منازلهم؟ نعم زميلتي، هنالك الكثير من المطلوبين تم إلقاء القبض عليهم، وبخصوص مصادر أمنية أنه تم إلقاء القبض على 16 شخص مطلوب وفق يعني المادة 4 إرهاب، صادرة بحقهم أوامر إلقاء قبض. نعم، طيب هل هذه المناطق تشكل تهديد أمني مستمر؟ وكيف يأتي هذا التهديد؟ نعم زميلتي، الكثير من هذه المناطق تشكل يعني خطر أمني بسبب يعني نقص الجهد الاستخباراتي في هذه المناطق. اليوم يعني هذه الجرائم التي حدثت من جرائم الغالي وجرائم المقتادية وجرائم قرية الشيايلة، عن حقيقة مجازر تلوى أخرى دون وجود أي حلول أمنية حقيقية. لا توجد أغلب هذه الحلول، هي حلول روتينية وصفها الكثير من الخبراء الأمنيين. وبحسب أيضا الخبراء الأمنيين يقولون أن محافظة ديالى بأمس الحاجة إلى الكثير من العمليات الاستخباراتية المسيطر عليها، لا قوات أمنية متواجدة في الشارع. محافظة ديالى بأمس الحاجة إلى قوات استخباراتية تنظم عملها. طيب عبد الله، هل هنالك قبول واستجابة من قبل أهالي تلك المناطق التي تعرضت إلى انتكاسات أمنية لهذه الإجراءات، باعتبار أنهم يداهمون المنطقة؟ فهل هنالك قبول واستجابة، لأن تلك العوائل تضررت مسبقا؟ أنا قلت لك زميلتي، يعني هنالك بعض الاستياء من التواجد، يعني قطاعات عسكرية بشكل كبير داخل هذه المناطق. أهالي هذه المناطق يعني أهم مطالبهم هي تواجد الكاميرات الحرارية والجهد الاستخباراتي للقضاء على الإرهاب فيها. يعني تعتبر هذه العمليات روتينية، فبالنهاية ما بين مؤيد ومعارض لهذه العمليات، هنالك مؤيدين ومعارض
ومعارضين لهذه العمليات باعتبار انه خصوصا بعد ان تم القبض على اخ احد الشهداء دون اسباب تذكر. نعم عبد الله الباش مراسلنا من محافظة ديالى، كنت معنا، شكرا جزيلا.